عايزة اتكلم معاك عن التعاقد معاك. تم التعاقد ازاي؟ تم اختيار حضرتك ازاي؟ وهل يعني وافقت على طول ولا كان لسه في كلام ما بينكم؟ والله انا كنت في نادي المقاولين العرب مرتبط معاهم من الموسم اللي فات، ولما بدأ فريق الكرة النسائية في نادي الزمالك يتكون اكتر من حد رشحني للنادي. بدأت معايا التفاوض كابتن نور سرور، هي مديرة التعاقدات في نادي الزمالك، بدأت تتعاقد معايا. وأول ما قالت لي طبعا رحبت باسم نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير، وأنا كمان زملكاوي قبل ما أكون مدرب في نادي الزمالك. كان ليك تجربة فعلا مع المقاولين العرب، ولكن مش تجربة عادية، انت عديتها كده في الكلام كأنها لا، هي من التجارب. ايضا لو كنا بنتكلم على توت عنخ امون، حضرتك نجحت انك تصعد بيهم لمسابقة الدوري المصري الممتاز من القسم الثاني، ولكن المقاولين العرب كان فريق هيهبط وقدرت انك انت تنتشلهم من الهبوط في يعني وقت صعب جدا جدا، فعايزينك تكلمنا عن التجربة دي. والله التجربة كانت صعبة جدا، لأن احنا لما رحنا اتفقنا مع الباشمهندس محمد عادل وكابتن حسن الشامي. أول ما رحنا الفريق كان اتغلب أول 8 مباريات في الدوري، دخل مرماه 48 هدف، ما قدرش يسجل غير هدف وحيد. عملنا تصور بسيط للفريق كده ازاي ان احنا نقدر ننجح ان هو بس يقعد في الدوري الممتاز، كان ده التارجت بتاع الإدارة. قعدنا مع الباشمهندس محمد عادل، ادينا له التصور بتاع الموسم وقلنا له ايه الاحتياجات اللي احنا محتاجينها في الموسم دوت تقدر تخلينا ان احنا نتعاقد. الفريق كان بتواجهه مشكله ان مفيش غير حارس مرمى وحيده بس في الفريق، اغلب العناصر لاول مره تلعب دوري وما عندهمش خبرات، وفي نفس الوقت الفريق مش مكتمل العناصر. طبعا دي كانت مهمه صعبه جدا، بس بخبرتنا في الكوره النسائيه انا والجهاز الفني قدرنا ان احنا نحط مباريات معينه في خلال الموسم نقدر ان احنا لو كسبناها هي كفيله ان هي تقعدنا في الدوري الممتاز، وبالفعل قعدنا فيها. والاداره بصراحه بتاعت نادي المقاولين كانت موفره كل حاجه في الموسم دوت ان احنا نقدر ننجح، والحمد لله قدرنا ان احنا نقعد في اخر مباريات ضد سموحه، قدرنا ان احنا نكسب 3-1، وسموحه ساعتها هو اللي نزل للدرجه الثانيه. ايه اهم الشروط اللي حضرتك بتدور عليها او المكونات اللي بتدور عليها في اللاعبات اللي بيتم التعاقد معاهم؟ والله احنا في نادي الزمالك، لو في نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك بيختلف عن اي نادي تاني، لان نادي الزمالك جمهوره ما بيقبلش دايما غير بالبطوله، وفي نفس الوقت عنده يعني قاعده جماهيريه كبيره جدا على طول هتتابع الكوره النسائيه. فلو البنات مش مؤهله ان هي عندها الاساسيات بتاعت كره القدم وتليق باسم وحجم نادي كبير زي نادي الزمالك، دي مش هتتوفر. فاكتر حاجه انا بتمناها في البنات ان يكون على الاقل عندها خبره موسم او اتنين، وفي نفس الوقت عندها مهارات واساسيات كره القدم تقدر ان هي تساعد الفريق ان هو يحقق المراكز الاولى اللي النادي بيتمناها هو وجماهيره. لو عملنا مقارنه ما بين كره القدم النسائيه ما بين مصر واوروبا، شايف ايه الاختلاف؟ الاختلاف ما بين مصر واوروبا طبعا الاهتمام بالبنات، البنات هنا مش واخده حقها زي اوروبا، مش متوفر المناخ اللي يقدر يخلي البنات تنجح، مش متوفره الماديات. احنا عندنا لعيبه ممتازه جدا في البنات تلعب في انديه تانية غير الاهلي والزمالك، بس الانديه دي ما بتقدرش تصرف عليهم غصب عنهم، بيقدروا ان هم بيحاولوا ان هم عشان يكفوا احتياجاتهم بيشتغلوا في أشغال تانية بتخليهم مش قادرين إن هم يمارسوا كرة القدم. في بنات بتتحرم منها نهائيا، وفي بنات بتبقى بتخلص الشغل وبتروح، طبعا ده مش جو مناسب. طبعا غير التأمين للبنات وتوفير المرتبات الكويسة والملاعب، جودة الملاعب نفسها وعدد الأندية نفسها المشاركة اللي تكون يعني عندها القدرة المالية إن هي تصرف على البنات.